فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. اسمعني وتعلم، أنا نحكي وانت فهم، الهضرة عليا والمعنى عليك، من جهة نحكي ومن جهة نوريك ما هو كل اللي نقولو عليا، كاين اللي عشتو وكاين اللي شتو بعينيا. حكيتي على الدنيا والدين، على الصاحب وعاصي الوالدين، على المرأة وهاد الوقت الشين. اسمع وتعلم، هادي وصيتي ليك، كاين اللي كان وكان وكاين اللي ما كان ما كان، كاين اللي كان فارغ ولا مليان، وكاين اللي كان مكسي ولا عريان، كاين اللي قانع هو جيعان، وكاين اللي هو معنق الزمان، كاين اللي مقطرة عايش رويان، وكاين اللي عنده واد وعايش عطشان، كاين اللي مقراج ولا فنان، وكاين اللي طول حياته فنيان، كاين اللي كان وكان وكاين اللي ما كان ما كان. السلام عليكم، انا كلثوم، جيت اليوم نحكي لكم حكايتي، وكنتمنى فاش تسمعوا قصتي تفيدوني بالنصائح ديالكم. ما كرهتش حتى اختي امينه تفيدني بالنصائح ديالها الزوينه. مهم، غادي نبدا لكم من نهار تزوجت الوالده بالوالد باش تفهموا القصه ديالي مزيان. أم ديالي كانت عايشة في المدينة، فاش خطبها الوالد شرط ليها تمشي تعيش معاه في البادية، وهي قبلت وما كان عندها حتى شي مشكل، ولكن والديها رفضوا وما قبلوش. صافي هي بقات معهم حتى قنعتهم، فاش تزوجت بالوالد مشات معاه للبادية. مع العلم الوالد ديالي كان ميسور الحال هو والديه، عندهم الرزق تبارك الله. صافي بقات الوالدة ديالي عايشة مع دار شيخة في البادية، ورجعت مسكينة بحال شي خدامة عندهم، كتحلب البقار تجمع الدار تخدم برا ولداخل. فاش خرجت كتوحم بيا زادت مسكينه مرضات، ايوا الوليد تسمح فيها في العربيه وكيجي عندها مره مره. كانت قالت ليا فاش خرجت كتوحم بيا الطبيب هو الاخر ما كانوش كياخذوه ليها، يعني تكرفسات مسكينه. فاش ولدتني وقعوا مشاكل بزاف واضطرت تطلق، هي هذيك طلبت الطلاق سمحت في حقها ورجعت للمدينه عند والديها. بطبيعه الحال جدي وجده ما غاديش يسمحوا فينا، استقبلونا عندهم في الدار، واخا جدي مسكينه كان على قد الحال وما عندوش وما يخصوش. المهم كبرت انا في دار جدي، في الاول كان الوالد كيصيفط لي النفقه ديالي، ولكن من بعد قطعها عليا. صافي انا خوتي من نهار كنعقل على راسي في وسط خوالاتي وجدي وجده، الوالده كانت كتخدم باش تصرف عليا، اما الوالد كان مره مره باش كيسول فيا، حيت كان ملي غير مع الزواج يتزوج ويطلق، تزوج وطلق تزوج وطلق، يعني مورا ما طلق الوالده الوالد تزوج بجوج عيالات بجوج بيهم طلقهم، وحتى هما ولد معاهم غير البنات. ايوا انا يا خوتي منين كبرت بديت كنقرا، في الاول قريت في الرود، من بعد دخلت للمدرسه. صراحه الطفوله ديالي عاديه، ماما كانت كتصلى فيا وحتى جدي كذلك. المهم فاش وصلت للمستوى التاسع قال لي الوالد يلاه تسافري معايا. انا الصراحه ما كنتش كنبغي نمشي معاه حيت ما عنديش مع العائله ديال الوالد بحكم داكشي اللي دوزو على الام ديالي، ولكن هاد المره الوالد بقى مصر عليا باش نمشي معاه. بالفعل مشيت معاه، بقى عليا باش يهضر، قال لي بنتي دابا ما غادي نعطيك والو، ولكن غير تكبري وديري كارت ناسيونال غادي ندير لك فولار ونشري لك الطوموبيل والدار وتولي انت مسؤوله على الرزق ديالي كامل. يعني هو بدا كيطمع فيا ضد في ماما. انا الصراحه ما نكذبش عليكم، ديك الهضره اللي كان كيقول لي فتحات لي عيني اكثر هي فاش كنشوفو كيلعب بالفلوس ديال بصح. المهم فاش خديت التسعه ديالي كان موعدني يجيب ليا كادو، فعلا فاش نجحت واحد النهار جا عندي قال لي راني شريت لك كادو ديال النجاح ديالك، ولكن ما غاديش نعطيه لك دابا. قلت لي شنو هو هذا الكادو بابا؟ قال لي يلاه نوريه لك. ايوا يا خوتي خداني لواحد البارطما وقال لي ها الكادو ديالك. ما تصورش اخوتي بقيت كنشوف ديك الدار قدها قداش. مع العلم الدار ديال جدي اللي عشت فيها صغيره بزاف. المهم بالصدمه قلت ليه واش بصح بابا هادي داري؟ قال لي اه دارك، ولكن ما غاديش تكتب بسميتك حتى تكبري. صراحه عجبني الحال بزاف وعنقته، قلت ليه شكرا. فاش مشيت معاه للدار عطى ليا 10 ديال المليون، قال لي هادي خبيها عندك فاش رجع غادي نزيد لك عليها. فعلا زاد ليا 10 ديال المليون اخرى، يعني ولات عندي 20 مليون. من بعد عاوتاني زاد ليا 4 ديال المليون اخرى، وهاد الفلوس وصاني الوالد نخليهم عندي في الدار حيت هو ما كيتيقش في شي حاجه سميتها البنكه، حتى فلوسه هو ما كيديرهمش في البنكه، كيخبيهم غير في الدار ولا في الطوموبيل ديالو ولا عند صاحبه. ما علينا، شديت دوك الفلوس اللي عطاني خبيتها في دار جدي، يعني الوالد ديال ماما،
ايه هذيك حتى لواحد النهار جات عندنا واحد خالتي هي وراجلها ضيفة. شويه هو يجي بابا، راجل خالتي ما عجبوش الحال، ناض هضر مع بابا قال لي علاش انت جيتي للدار، وتزيدوا في الهضره. بابا تعصب شاف فيا قال لي اري دوك الفلوس. قلت لي انا علاش يا بابا؟ قال لي قلت لك اري ديك الفلوس. صافي عطيتهم ليه، كانت اخر مره غادي نشوف فيها ديك الفلوس. مشى بحالاته، بقيت انا كنسيس معاه حتى رضى. فاش قرب العيد الكبير قال لي غادي تسافري معايا، انا ما قبلتش، ولكن ماما قالت لي سافري معاه، راكي عارفه الاب ديالك مقلق وغير غادي تجبدي معاه الصداع. صافي اتصلت بيه قلت لي واخا غادي نسافر معاك. ناض هو شر ليا باليزا وكاع داكشي اللي خاصني. من بعد وجدت راسي حوايجي، بقيت كنسينو يدوز عليا وانا قلبي ثقيل عليا وما حاملاش نسافر معاه. شويه انا اتصل بيه غير بالتخبيعيه، قلت لي الو بابا سمح لي ما غاديش نقدر نسافر معاك. قال لي علاش؟ واش امك حرشاتك؟ قلت ليها بابا ما حرشني حتى شي واحد، انا اللي ما بغيتش نسافر معاك. قال لي ياكي كبرتي وليتي كتهضري. صافي من هادي ما نعرفك ما تعرفيني، عمرك تشوفي وجهي. قلت لي حشوم عليك يا بابا. قال لي انتي بغيتي ماماك ايوا تبعيها. قطع لي التليفون، وهذه كانت اخر مكالمه بيني وبينه. بقيت كنتصل بيه 3 ايام قبل العيد والو كاع ما كيجاوبنيش. نهار العيد مع 12 ديال النهار كيتصل بيا عمي، قالو كلثوم باباك راه دار قصيده وتوفى الله يرحمه. داك الخبر صدمني بزاف اخوتي. السبب ديال القصيده انه شاط طوموبيل اوتوماتيك جديده، فاش كنصيقها هربت بيه وما عرفش كيفاش يتحكم فيها. هي هذيك فاش شوفا بابا مسكين مشيت انا وماما وخالي لدار الوالد، دوزنا معاهم شي ايامات ورجعنا بحالاتنا. وهنا غادي تبدل حياتي، وليت كنحس بالوحده بزاف والقنط. مع العلم كان توفى جدي اب ديال الام ديالي قبل بابا غير بشي 3 شهور، يعني جوج ديال الناس اللي كانوا كيهتموا بيا فقدتهم في عام واحد. صراحه جاتني قاصحه بزاف، واخا كان خالي معنا ولكن ملي توفى جدي كثر عليه الحمل بوحدو، حيت هو مزوج بولادو وزاد عليها الجده وماما. صافي السيد عيا ورجع كيدير غير السبه باش يغوت علينا. المهم من بعد ما رجعت ماما كتخدم في الشركات باش تخدم عليا، وفي نفس الوقت تهز الحمل شويه على خالي. بقيت انا كنشوف داكشي وانا كنجمع الوقفه. قلت مع بالي بابا كان برزقو، علاش ما نمشيش نطلب بحقي؟ فعلا داكشي اللي درت، مشيت عند جدي اب الوالد قلت لي انا بغيت حقي غير باش نقرا على الاقل. قال لي شوفي غادي نجيك من الاخر، الا بغيتي تعيشي قايده وما ينقصك حتى شي خير عندي شرط. قلت لي شنو هو؟ قال لي غادي تجي تعيشي معنا في الباديه. قلت لي جدي انا ما نقدرش نعيش هنا. قال لي ما غادي ينقصك معايا حتى شي خير بنتي، واللي بغيتي غادي نديرها لك. قلت له قرايتي؟ قال لي ايوا صافي الا بغيتي تقراي سيري تبعي قرايتك. مشيت عاوتاني عند عمتي طلبتها، وحتى هي نفس الشيء ما عتقاتنيش بالريال، وهي غير مورا ما توفى الوالد بشهرين شاد الطوموبيل لراجلها. المهم اخوتي من بعد تفكرت واحد الصديق ديال بابا وانا نمشي لعنده. قلت لي عافاك راك عارف الظروف ديالنا وهادي وديك. قال لي ايوا يكون خير، هاد الشيء اللي خسر عليا فقط النهار الاول. من بعد رجع فوق ما نمشي لعندو كيبقى يتجهني. هي هذيك مع الوقت اخوتي رجعت الله كريم، فلوس ديال الروشارج هي الاخرى ما بقيتش كنلقاها، يعني داك الشيء اللي كان موعدني به بابا تبخر في الهواء، وهذا غلط كبير داروا معايا. المهم الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. ما علينا، بقيت مستمره في القرايه ديالي، وماما مسكينه كتضل تخدم وتضرب في تماره. انا ما نكذبش عليكم، داكشي اللي وعدني به بابا بقى فيا وجا ليا قلبي حيت طمعني بزاف. فاش وصلت للباك تعرفت على واحد السيد كبير عليا، في الاول كان جا معنا غير السلام السلام، من بعد طلب ليا الرقم ديالي ولينا كندي ونجيبو في الهضره. في التالي قال لي انا غادي نبقى نخلص عليك السوايع. صراحه عجبني الحل، ولكن في نفس الوقت تعجبت كيفاش هذا زعما يخلص عليا السوايع بلا مقابل. فاش قلتها لماما حتى هي ما استغرباتش، قالت لي غير مزيان. صافي خليته يخلص عليا الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث، قال لي بغيت نتزوج بك. انا بطبيعه الحال في الاول رفضت بحكم السيد كبير عليا وما زوينش والنيت ما كانش كيعجبني. داز مده عاود جبد عليا الموضوع، قال لي انا متزوج بولادي ولكن راني واقف على الطلاق وما كرهتكش توافقي تزوجي بيا. قلت لي صافي واخا يكون خير. هاد المره قبلت بحكم بديت كنشوف داك الاهتمام ديالو الزايد ومهلي فيا، وزيد عليها لقيت فيه الحنان اللي فقدته. صافي تقت فيه دخلت معاه في علاقه سطحيه، ولفت السيد يصرف عليا ويجيب ليا داكشي اللي بغيت، واللي حليت عليها فمي تحضر، خرجني يساريني يوكلني في احسن المطاعم.
مع الوقت رجعت كنسافر معاه بالنهار باليومين دوك البلايص اللي كنت كنتمنى نمشي ليهم. كنبات معاه وكنقولها للام ديالي، ما كانت كتقول لي حتى شي حاجه، ولكن خوالاتي كانوا دائما كيغوتوا عليا وكينبهوني، كيقولوا لي هادشي اللي كديري ماشي مزيان وماشي من العادات ديالنا ولا من التقاليد ديالنا، كيفاش انت خرجتي بحال هكذا؟ ولكن شكون اللي سمع ليهم ولا داف هضرتهم؟ كنقول لهم غير ماشي سوقكم، واصلا حتى شي واحد فيكم ما كيعطي ليا شي حاجه. ايوا من بعد كثرت المشاكل والصداع مع خالي وخوالاتي. المهم مره ما داز عام على العلاقه ديالنا وليت كنعس معاه، يعني رجعنا بحال شي راجل ومراته، ورجع داك الشيء بالعلالي، يعني كنخرج نمشي معاه قدام العائله ديالي الصغيره اللي هما خوالاتي وماما، ولكن نساقوا لي الخبر انني رجعت كنعس معاه تصدموا فيا، غوتوا عليا وما خلاوش ليا بالهضره، وقالوا لي ضروري خاصك تزوجي به. واخوتي فاش فتحتوا بالموضوع السيد رجع كيتهرب مني، فاش سقت الخبر مراته بدات كتهدد فيا. ما علينا، انا بقيت شاده فيه، قلت لي ضروري خاصك تزوج بيا. كل مره نجبد عليه الموضوع ديال الزواج حتى دازت مده ديال عام. نسيت ما قلت لكمش اخوتي السبب اللي خلاني نسلم لي راسي. فاش خديت الباك سي طمعني وقال لي شنو باغا ديري مورا الباك؟ قلت لي بغيت ندير لافاك. قال لي لا، انت خاصك ديري شي حاجه تكون همه وشان، انا بغيتك تكوني مراتي ومراتي بغيها تكون شخصيه في المجتمع. قلت لي انا ما عنديش الفلوس باش غادي نقرا. قال لي ما تضربي حساب حتى لشي حاجه، كلشي غادي يكون على حسابي. قلت لي واش متاكد؟ قال لي اه متاكد. ايوا يا خوتي دخلني نقرا في واحد المدرسه اللي كانت بريفي، وكان كيخلص عليا فلوس صحيحه كل شهر. كل شهر بقى كيخلص عليا المده ديال عام ونص. من بعد ما بقاش باغي يخلص. قلت لي علاش؟ قال لي حكا راني مزير وخاصني نخلص للخدامه وهادي وديك. ايوا هو يقول لي هزي واحد الكريدي من البنكة على الضمانه ديالي وانا نخلصو لك. قلت ليه واخا صافي. نتخديت كريدي الاول، رجعوا لي الصراحه ملي شفتو انا خلصو قلت صافي، فوق ما هزيت شي كريدي هو اللي غادي يرجعو. واحد النهار هو يقول لي هزي لي واحد المبلغ من البنكة من بعد غادي نرجعو ليك. قلت ليه واخا. خرجت ليه الفلوس، دازت مده، رجع النص والنص باقي كيتسالو. عاوتاني لقيت مشكل في المدرسه خاصني نخلصها، قلتها ليه. قال لي سيري للبنكه هزي منها الفلوس على سميت شي واحد وانا نخلص. فعلا داكشي اللي درت، مشيت خرجت الفلوس على سميت ماما وعطيتهم ليه خلص ليا بهم المدرسه. ايوا السيد شويه بدا كيتقلب عليا بحال نقولو صافي قنع منا. منين رجعت كنخرج معاه ونسافر معاه وزدت زيرت عليه في موضوع الزواج، يعني الراجل طلعت ليه في الراس وجعل دائما بيناتنا المشاكل. حتى لواحد النهار قال لي واخا غادي نعقد عليك وهي تجي كورونا تلغى كل شيء. قال لي غير دوت كورونا نعقدو. فاش دازت كورونا قال لي غادي تسافري معايا لواحد المدينه ولكن ما تقوليها حتى لشي واحد. قلت لي واخا ماشي مشكل، انت غير عقد عليا، يعني وليت طالبه سله بالعلم غير باش نسكت الناس. ما علينا، سافرت معاه لديك المدينه، السيد جاب محامي شي وراق. انا استغربت كيفاش عقد الزواج ما يحتاجش هادشي كامل. شويه وانا كنقرا الورق ديال العقد هو يبان ليا كاتبين السيد عازب، وانا نقول ليه كيفاش عازب وانت مزوج بولادك؟ قال لي كنتي باغا تزوجي. ايوا وقعي وسكتي. قلت ليه واخا سيدي. وقعت عطى ليا ورقه ديال العقد وحتى هو خرج ليه العقد. عاد قلتها لخوالاتي فرحوا بيا وارتاحوا وقالوا ليا اخيرا غادي نقدروا نهزوج هنا قدام العائله. يا هذيك كلشي ساق الخبار، درت ليلتي فرحوا بيا، ولكن بقيت ساكنه مع خالي، يعني ما خدانيش معاه. دازت مدة ديال 6 شهور صافي كرهت العيشة في دار خالي حيت كترو المشاكل مع مرات خالي وطلع ليا كلشي في راسي. وانا نزيرو يكري ليا، بقيت معاه كل مرة يدير ليا سبة. حتى لواحد النهار وانا نتفاجأ بالمرا ديالو جاية كتهرس عليا الباب، فتح يا شفرت الرجال يا الفعلة يا التركة، المهم حيحات عليا. فاش فتحت ليها الباب قلت ليها مالكي؟ قالت لي انا ما عطيتش للراجل الموافقة باش يتزوج بيك وهداك الشي راه تزوير. مشيت لعندو قلت ليه ها شنو دارت ليا مراتك؟ السيد بدا كيصفر ويخضر في وجهو، اتصل بمراتو قدامي قالت لي والله حتى ندخلكم للحبس نتوما انت وياها، هذاك الزواج راه غير مزور. ايوا يا خوتي كنكتشف ان السيد ما خداش الموافقه ديال مراتو وداك الزواج غير مزور. بقيت واقفه بالصدمه، واش انا عباد الله مزوجه بعقد مزور؟ صافي السيد فاش بقات كتهدد فيه مراتو قال لي خاصنا نطلقو. قلت لي انا واش تسطيتي؟ كيفاش غادي نطلقو؟ حنا يلا 6 شهور منين تزوجنا. قال لي لا حبيبه حقا غير غادي نطلقك ونرجعك. قلت لي كون هاني ما غاديش نطلق منك. صافي من بعد ما قلت ليه ضروري خاصك تكري ليا،
قال لي لا راه ما موجدش وما عنديش باش نفرش لك. المهم قلت ليه ماشي مشكل غير كري ليا اما الفراش من بعد. قال لي لا هزي الكريدي من البنك حتى نرجعو، مع العلم باقي الكريدي الاخر مازال ما مخلص. المهم ماما مشات خدات كريدي واحد اخر، دفعت الشيكات باش فرشنا الدار اللي كرينا. فاش كملنا الفراش هزيت مامتي وخديتها تسكن معايا. ايوا بديت معاه في الصداع، كل مره نقول ليه خلص الكريدي خلص الكريدي والو، كل مره يلقى السبب. شويه عاوتاني قطع عليا المصروف بحكم في الاول هو اللي كان هز المصاريف كامله. صافي فاش قطع عليا المصاريف رجعت ماما اللي كتصرف علينا. فاش كنهضروا معاه كنقولوا له علاش كتعامل معايا بحال هكذا وعلاش قطعت عليا المصروف وما باغيش تخلص الكريدي، كيقول لي انت اللي ما مزياناش وانت اللي لويتي عليا وفعلتي ليا وتركتي ليا، يعني مني قنع مني رجعت انا اللي خايبه. مع العلم اخوتي السيد ميسور، ولكن رجع كيشد معايا الضد وزيد عليها مرض بالشك، يعني رجع كيشك فيا بزاف. الا شافني غير مقاده الحاله كيقول لي كنتي مع شي واحد، انا والله اخوتي ما كنغدروا مع شي واحد. المهم قلت ليه انا ياك انت اللي لصقتي فيا النهار الاول. قال لي لا انت ما كتبغيش ليا الخير، كون بغيتي ليا الخير كون وافقتي تطلقي ومن بعد فاش تبرد القضيه نعاودو نرجعو نتزوجو. واش بغيتيني ندخل للحبس؟ بحكم مراتو رجعت كتهددو كتهددني بالحبس حيت هي عندها نفوذ في البلاد، يعني الناس واصلين وانا خوتي غير دريويشه. المهم ما علينا، في الاخر قلت ليه ما يمكنش ليا نطلق. هو يقول لي والله ما تطلقي حتى تشوفي الوجه الاخر. قلت ليه واش غادي نشوف اكثر من هذا الوجه اللي وريتيني؟ واش غادي نقول لكم اخوتي؟ من مورا ما قطع عليا المصروف رجع كيهددني بالكرا وزيد عليه رجع كيضربني. انا خوتي ما بقى عندي فين غادي نمشي، حتى خالي ما بقاش خابني. صافي بقيت كنشوف حتى عيت داك الشيء اللي راني فيه. في التالي اضطريت نقبل الطلاق، قلت مع بالي يلا يخلص عليا الكريدي والكرا والمدرسه اللي كنقرا فيها، على الاقل ناخذ غير الدبلوم ديالي ونمشي نخدم على راسي. صافي اتصلت بيه قلت لي انا موافقه نطلق. ايوا السيد رش قالت لي وعجبو الحال، مشيت طلقت بلا خبر حتى شي واحد. حتى فات السيمانه عاد قلتها لماما. اش غادي نقول لكم؟ ماما بقات تحماق وما خلاتش ليا بالمايور. هي هذيك سكت انا وماما ما قلنا حتى لشي واحد من غير واحد خالتي فقط، يعني حتى شي واحد ما سيق لي خبر انني طلقت. هو يا خوتي مورا ما طلقت رجع السيد كيهدد فيا ويعايرني وكيقول لي انت ما باغاك حد، وكيجي يريب عليا الحيوط ويقول لي الا ما عجبكش الحال خوي عليا هذه راها داري اعطيني باتساع وبعدي مني. بعدين ما خوتي فاش يلاه تعرف عليا دخلني واحد الدخله اللي في شي شكل حكى الاسم ديالك بحال الاسم ديال مي، حكى من نهار دخلتي لحياتي تفتح لي بيبان الرزاق. يعني هاد المعامله ديالو ديال دابا كتخليني نستغرب وكنقول واش هذا هو الراجل اللي تعرفت عليه اول مره؟ والله العظيم الا ثقت فيه ثقه عمياء وبغيته من قلبي واخا كان كبير عليا نويت نكمل مع حياتي كامله، ولكن من بعد فاش عرفت على حقيقته ما نكذبش عليكم كرهته اشد الكره. واحد الحاجه اخرى، واخا طلقت منه بقى كيجي يطلب مني الناس معاه، انا كندير ليه خاطر وكنعطي داكشي اللي بغى. فاش كنطلب منه الفلوس ديال المصروف كيلوح ليا 50 درهم. فاش كنقول ليه شنو غادي دير ليا 50 درهم كيقول لي الا ما عجبكش الحال سيري خدمي. كنقول ليه فاش غادي نخدم؟ فاش انا ما كنعرف ندير والو وكان غير خليتيني ندير لافاك ما غاديش نوصل لهذا الشيء. فتالي طلبت منه يخرج ليا غير يخرج ليا زعما غير شي ديبلوم باش نقلب على راسي، وكل مره كيقول لي هضره مره اه مره لا. واحد النهار مشيت للحمام ما قلتهاش ليه، فاش جا للدار ما لقانيش اتصل بيا قال لي فين؟ قلت لي راني في الحمام. قال لي ياك عرفتي راه اليوم كنت ماشي نخلص لك المدرسه ولكن ملي مشيتي للحمام بلا خباري والله لا خلصت عليك. يعني السيد رجع كيهدد فيا لدرجه ما بقيتش كنخرج ما بقيت كندخل. انا خوتي عاد صغيره. المهم بقيت على داك الحال نهار مورا نهار، وانا كنتفكر داك صاحب بابا اللي هدرت لكم عليه. قلت غادي نمشي عنده الله يدير فيا الخير. في الاول اتصلت به والو التليفون ديالو طافي بحكم بقيت عاقل على الدار ديالو. مشيت عنده دقيت فتحت ليا بنته قلت ليها واش كاين بابا؟ قالت لي لا. قلت ليها عافاك عطيني الرقم ديالو. عطات ليا الرقم ديالو اتصلت به قلت ليه السلام لاباس معك فلانه واش ممكن نتلاقى انا وياك ونهضروا؟ قال لي واخا مرحبا حتى يكون عندي شي وقيت ونتصل بك. صاحب بابا اخر مره شافني فيها كنت غير صغيره وبلا ما نشكر لكم راسي خوتي انا واحد البنت اللي زوينه تبارك الله الزين والطوله والشعر والعينين يعني كل شيء فيا الحمد لله ولكن الزهر والو. ما علينا فاش تلاقيت بصاحب بابا السيد بقى غير كيشوف فيا وانا نقول لي عافاك
بغيت نطلب منك واحد الطلب. هو يقول لي عرفتي شنو هاد الهضره، خليها المره اخرى ونتلاقاو. انا بقى فيا الحال، قلت هذا عرفني شنو غادي نطلب منه، باينه ما غاديش يعاود يتلاقى بيا. داز يومين هو يتصل بيا قال لي نتلاقاو، قلت ليه واخا. فعلا مشيت تلاقيت بيه، قال لي اش حب الخاطر. قلت لي عافاك محتاجه لشي فلوس، بغيت نفك بهم شي مشاكل عندي. قال لي شحال بغيتي؟ قلت لي الصراحه ما كرهتش واحد 5 ديال المليون. السيد بقى ساكت وكيشوف فيا، قال لي فين ساكنه؟ قلت ليه كاريا. قال لي مع من؟ قلت ليه كاريا مع ماما. قال لي بغيت نقترح عليك واحد الاقتراح. قلت ليه اللي هو شنو؟ قال لي واش تزوجي بيا؟ بقيت كنشوف فيه. قلت ليه ما فهمتش. قال لي تزوجي بيا والدار اللي عجبتك نشريها لك وما نخلي ما ندير لك. انا الصراحه تصدمت ما لقيت ما نقول ليه. واصلا داك الرزق اللي عايش فيه راه ديال بابا، حيت الوالد الله يرحمه ما دار فيها ما يصلح. كان عنده الرزق كيتشتت وكيعطيه لصاحبه بلا ورقه بلا دليل، فالشوفه ما خلى لينا والو. بناتو الاخرين بعدا راهم ساكنين في العربيه واكلين شاربين وما ناقصهم حتى شي خير، ولكن انا خوتي ما بغيتش نسكن في العربيه، بغيت نقرا ونوصل. المهم نكمل ليكم. فاش طلب مني الزواج قلت ليه واخا دابا نفكر، يعني لحد الان مازال ما رديت عليه لا باه ولا بلا. مع العلم جاوني عروض ديال الزواج بزاف، اخر واحد عايش على برا، ولكن انا خوتي ما نقدرش نمشي ونخلي مهمتي، حيت ما كاينش اللي يهزها عندها خواتاتها، ولكن كل واحد والظروف ديالو. يعني ما يمكنش تمشي ماما تعيش مع شي واحد فيهم. ايوا هذه هي القصه ديالي خوتي، وهذا الشيء اللي كتب عليا الله. انا عارفه راسي غلطه وبزاف، ولكن ما كرهتش تفيدوني بالنصائح ديالكم. خوتي قولوا لي شنو ندير مع الطليق ديالي اللي معذبني في حياتي. السيد غير قلع مني، ما بقى باغي يشد معايا حتى شي طريق، ولا هدرت كيبقى يعاير ويسب فيا. اما صاحب بابا فاش مشيت عنده وطلبت بحقي رجع طمع فيا وبغى يتزوج بيا، مع العلم كبير بزاف قرين بابا الله يرحمه. الله اخوتي الا تلفت وما عرفت ما ندير. ضاقت بيا الدنيا والحاله ضعيفه وعايشين غير بالكريدي. ماما مسكينه عيات وما بقاتش قادره تخدم، وانا غير جالسه لا خدمه لا والو، حتى الدبلوم ديالي ما بغاش يخرجوا ليا. والله يا خوتي الا كثرت الضغط اللي انا فيه ما بقيتش كنتسوق لراسي. بيجامه ديال 30 درهم هي الاخره ما كنشريهاش، كنقول ديك 30 درهم نمشي نشريها خضره ونجي نطيبها انا ومامتي وناكلوها. اما جدي اب الوالد ما عقلش عليا، درهم هو الاخر ما كيتفكرنيش به. خوالاتي حتى هما غير على قد الحال، وكل واحد منهي في الهم ديالو. انا ما نكذبش عليكم اخوتي، بغيت نكمل قرايتي ونوصل لشي مستوى عالي وندير داري وطوموبيلتي، وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. وشكرا بزاف على حسن الاستماع، والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال ختنا كلثوم اللي حبت انها تشارك بالقصه ديالها معنا، امله منا النصيحه. بطبيعه الحال حنا ما غادي نبخلوا عليها حتى بشي حاجه، ولكن قبل ما نعطيو الراي ديالنا في هذه القصه هذه عافاكم ديروا لي جيم ولي كومونتير وبارطاج باش تعم الفائده. الاخت ديالي كلثوم، قبل ما نعطيك النصيحه اكيد خصني نلومك ونلومك بزاف وفي شي حوايج. كلثوم يا كلثوم، الطمع راه طاعون، الطمع راه مرض، الطمع دائما كيغلبوا الكذاب. فانت من البدايه ديالك طمعتي يا كلثوم، وانت راك اعترفتي بهذا الشيء وقلتي انا غلطت. فماشي احنا كنذكرك مثلا او انا كنذكرك بالغلط ديالك حيت انا متعمده نذكرك، لا، كيف ما كنقول لك دائما احنا هنايا كنلومو غير باش وحدين اخرين ما يوقعوش في نفس المشكل اللي وقعتي فيه انتيا. فانت يا كلثوم طمعتي في البدايه وفي الصغر ديالك ملي جا الاب ديالك ياخذك طمعتي فيه. راكي قلتي شحال من مره هاد الكلمه هذه ديال طمعت وطمعني وطمعوني الى اخره. فكما قلت لك الطمع طاعون، الطمع راه مرض، الطمع راه خايب بزاف. واللي كيطمع في الكبيره اما كياخذها كامله ولا كيخليها كامله. فانتي طمعتي فيها كامله ومع الاسف خليتيها كامله، هذا هو المشكل. بطبيعه الحال الاب ديالك الله يرحمه ويوسع عليه هو دار مشكل كبير، وكان يعني غلط في حقك كونه ان حرمك من حقك في الدنيا. مي لما سمحتيلوش راك تاخدي منه في الاخره، ولكن نطلبوا الله يسمع علينا وعليه وعلى جميع المسلمين. بالنسبه للاخت ديالي كلثوم، الزوج اللي تزوجتي به او نقولوا كنتي متصاحبه معاه وضحك عليك ومن بعد تزوج بك بعقد مزور
ومن بعد المرأة ديالو اكتشفتك وإلى آخره. هذاك الزواج كان فاشل من البداية، كان زواج فقط مبني على مصلحة شخصية، لأن أنت طمعتي فيه هو طمع فيك، يعني بجوج بيكم بحال بحال، ما غاديش نلومه. هو طمع في الجسد، هو شاف في الطول والزين والعينين والشعر الطويل، وانت شتي في الجيوب ديالو في ديورو وشنو عنده وشنو كيملك. يعني بجوج بيكم كانت كتربطكم واحد العلاقه اللي مبنيه على مصلحه شخصيه، وهذا الزواج كيكون فاشل مع كامل الاسف. واخا تولدوا الاولاد غادي يجي واحد النهار غادي تفرقي انت وياه، لان زواج مصلحه، زواج اللي هو زواج ديال الطمع، انت طمعتي فيه هو طمع فيك، وفي الاخر بنيتوا واحد العلاقه اللي كانت محرمه ومزوره وحتى شي حاجه فيها ما حقيقي. صافي هو قنع منك كجسد، ولكن انت مازال ما شبعتي منه كماده، يعني ما وصلتيش لذاك الشيء اللي بغيتي تحققيه. هو وصل للمبتغى ديالو، ولكن انت باقي ما وصلتيش للمبتغى ديالك. كون وصلتي للمبتغى ديالك اختي كلثوم، انا اكيده جدا انك غادي تخلي عليه وما غاديش تعقلي عليه وما غاديش يهمك. ما تقوليليش كنبغيه وبغيت نكمل مع حياتي، نهائيا بغيتي تكملي معاه داك الشيء اللي انت باغيه تكمليه في حياتك، باغا تكملي معاه الاهداف ديالك، باغا توصلي على ظهره. مع الاسف هو خدا منك قبل ما تاخدي منه، هذا هو المشكل الكبير. وفي الاخر عاملك بحال شي كلبه، بحال شي وحده ما كتسوى ما كتصلح. وهذه النتيجه ديال الانسان اللي كيطمع في شي حاجه ماشي ديالو. هذا الشيء كان عليك تضربي له الحساب النهار الاول، ولكن كنقولوا ما غاديش نقولوا قدر الله وما شاء فعل، هادشي قدرتي على راسك راسك. بالنسبه لصاحب الاب ديالك اللي مشيتي عنده كتطلبي منه المساعده، فاش هاد الشيء كاين ولا؟ لان انت ما عندكش شي دليل كما قلتي. الاب ديالك كان كيعطي الفلوس ويشتتهم بدون دليل مسبق، بدون ورقه، بدون عقد، بدون حتى شي حاجه. فانت ما عندكش الدليل على ان هذاك الرزق ديال هاد السيد هو الرزق ديال الاب ديالك. فلهذا عزيزتي انا غادي ننصحك ونجيك من الاخر، بركه من الطمع. شتي الا بغاك ربي توصلي راكي غادي توصلي، راه الا اجتمعوا الناس كاملين ديال الدنيا والدين باش يوصلوك لواحد البلاصه، الا ما كانش ربي مكتب لك فيها الخبز وما كانش عندك فيها الخير، راه ما غتوصليش ليها. والعكس بالعكس، والعكس هو العكس هو الصحيح. فانا النصيحه ديالي اختي، باقا صغيره وباقا شابه، مع العلم ما ذكرتيش العمر ديالك، ولكن مع التعاويذ ديالك راه تكوني في داك السن ديال 24 25 سنه او 26 سنه ما عرفتش بالضبط، ما علينا. فانت يا من حقك يكون عندك اهداف في الحياه، مزيان المراه يكون عندها اهداف، ماشي غير المراه ولا الراجل، جميع الاطراف سواء امراه سواء راجل يكون عندها طموحات، يكون عندها اهداف في الحياه، تكون باغا توصل، تكون باغا تحقق بزاف ديال الحوايج في حياتها. فهذا بالعكس يزيدك فخرا وشرفا. ولكن اختي اللي ما يزيدكش شرف وما يزيدكش فخر، ما نفتخرش بك انا كونك بنت، ما نفتخرش بك تطلعي على ظهور عباد الله. مزيان توصلي، ولكن ما توصليش على ظهر شي واحد. وصلي بالمجهود ديالك، وصلي بالمثابره ديالك، وصلي بالاجتهاد ديالك. انا عارفه عندك ظروف ديال الكرا، الحياه صعيبه، الحياه ماشي، يعني الحياه ما كتعطي حتى لشي واحد داكشي كله اللي بغاتو. فالله سبحانه وتعالى اللي عطاك واحد الحاجه كيزول لك واحد الحاجه، ماشي كيزول لك واحد الحاجه حيت هو ما باغي لكش الخير، لا، ربما ديك الحاجه اللي زول لك الله سبحانه وتعالى ما عندكش فيها الخير، وهذيك الحاجه اللي عطاك ولو قليله راه عندك فيها الخير. فالرزق ديالك اللي غادي تاخذيه مثلا على السن ديال 20 عام او السن ديال 25 عام، غاتاخذيه على السن ديال 40 و 50 عام، لان الرزق ديالك كيتبعك بحال كتبعك الموت. غير هو كل واحد وكيفاش كياخذ الرزق ديالو. مثلا كان كتب لك الله غادي تاخذي واحد 100 مليون من هنا 40 عام، ديري 40 عام غادي تاخذي 100 مليون. انت نطي كتزربي على رزقك خديتيها على السن ديال 20 عام، انت زربتي خديتيها بطريقه شرعيه غير شرعيه. ولكن الا بغيتي تاخذيها حلالا طيب راه غادي توصلك، ولكن خصك واحد شويه ديال الصبر. فاصبر وما صبرك الا بالله، فاصبر وما صبرك الا بالله. فانت مثلا بغيتي توصلي كما قلت لك ما فيها باس وما فيها غير الخير، ولكن نوضي اختي تعبي، حققي طموحاتك. ما تقوليش انا باغا نقرا وباغا نوصل، خصك تقلبي غير اللي يفتح لك الطريق. لا ما يمكنش. دابا انت خصك ديري علاقه مع راجل
باش انت يوصلك، باش انت يخلص عليك المدرسه، باش انت ما عرفتي انت هذاك الشيء اللي غادي توصلي ليه ما غاديش يكون عندك فيه الخير، لان كل من بني على باطل فهو باطل، كل مال يعني واحد المدخول فالسحت يعني المال ديالو سحت فهو سحت، فهمتي؟ فانت الا بغيتي توصلي عندك جوج ديال الحوايج، اما تخلي على الاهداف ديالك ماشي تخلي عليهم، يعني مع وقف التنفيذ ونوضي اختي شمري على دراعك ونوضي تخدمي ما تطمعيش في الام ديالك تخدم عليك، والا ما كنتيش قاده تخدمي وتضربي التمره فنوضي اختي سيري تزوجي، شوفي شي ولد الناس اللي يسرك كيف ما كان، ماشي بالضروره يكون لاباس عليه لان الفلوس راهم كيتقاضاو. انا ما غاديش نقول لك بحال بعض الناس اللي كيقول لك راه الفلوس وسخ الدنيا، الرزق راه وسخ الدنيا، لا، المال نعمة، المال زينة، والله سبحانه وتعالى قالها سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هو زينة ولكن الإنسان خصو يجيبه بطريقة شرعية بطريقة اللي تكون حلالا طيبا. ودابا انت مطلقة تزوجتي بعقد مزور وطلقتي رغم ان داك الزواج اصلا باطل، وراكي باقا كديري الحرام مع داك الراجل اللي ما كيعطيكش حتى 50 درهم، شتي عاهره وكتشد حسن منك، فانت يا علاش تبقاي مسخره راسك مع هذا السيد؟ توبي لله، رجعي لله سبحانه وتعالى، طلبي العفو والمغفره، وسير اختي ما قديتيش تصرفي على راسك وما قديتيش تخدمي، سير اختي تزوجي وستري راسك، سيري شوفي لك جاوك عروض ديال الزواج تزوجي، سيري تزوجي اختي ونقدي راسك وتستري وديري وليداتك. فإلا بغاك ربي توصلي دابا غادي توصلي، والإنسان راه ما وصلش غير بالقراية، راه ماشي بالضرورة الإنسان يقرا باش غادي يوصل، هي القراية زوينة والعلم ونور، الإنسان قد ما قرا كيكون عنده أفق في الحياة وكيكون عنده مستقبل زاهر، ولكن ماشي كلشي الناس راهم قارين وواصلين واخدين دبلومات وشواهد عليا وراهم جالسين شادين الحيط كيبيعوا الديطاي. فأنا ما كنصحكش تمشي لذاك الصاحب ديال الأب ديالك لأنه غادي يستغلك، لأنه هو في الأول شاف فيك جسد، شاف فيك جمالك، شاف فيك داكشي اللي كيبغي أي راجل من المرأة، فإلا مشيتي درتي معاه علاقة ولا تزوجتي به ربما غادي تندمي على حياتك كاملة، لأن أنت هنا غادي تزوجي فقط من أجل المال، من أجل أنك باغا تقراي، من أجل أن باغا الفلوس، صافي، وهذا الزواج غادي يكون يعني باطل، وهذا السيد أكيد غادي يكون مزوج، ومادام بنته فتحت لك الباب إلا وأن عنده بناته، عنده ولاده، عنده مرته، فأكيد غادي يتزوج بك في السر، ما غاديش يكون عقد أصلا شرعي معاه. فغادي تلقاي مشاكل كيف ما لقيتيهم مع داك السيد اللي راكي دابا عايشه معاه في الحرام. هادشي اللي نقدر نقول لك عزيزتي كلثوم، كنتمنى ما نكونش طولت عليك، وكنتمنى تاخدي النصيحه ديالي مادام طلتيها مني بعين الاعتبار. فعندك جوج حلول لا ثالث لهما، اما تنوضي تشمري على دراعك وتنوضي تخدمي على راسك، ماشي بالضروره تكملي قرايتك لان القرايه انت اللي باغا تقريها غاليه وما عندكش الامكانيات والقدرات عليها، نوضي اختي تشمري على دراعك ونوضي خدمي فاش ما لقيتي ولو غير بداك الباك اللي شديتي، ما قديتيش على الخدمه وما بغيتيش تخدمي فنوضي اختي شوفي لا جاوك عروض ديال الزواج كما كتقولي، سير اختي شوفي شي ولد الناس اللي صلات الاستخاره، تقربي من الله سبحانه وتعالى وتوبي لله عز وجل، وهذاك السيد اللي راه مطلقك هذاك تفكي منه بطريقه او باخرى، على الاقل غير بداي كتخدمي دابا بين ما وفرتي غير فلوس الكرا، خرجي له خويلو الدار ديالو وسير اختي توكلي على الله. بالنسبه للحق ديالك ديال الاب ديالك فالحق يؤخذ ولا يعطى، حاولي انك تخدمي شويه ديري شي محامي وحاولي حتى انت تجيبي الحق ديالك، لان انت راه اكيد عندك حقك من الورد فما خصكيش تسمحي فيه، هذاك حق الله سبحانه وتعالى اللي عطاه لك ماشي حنايا. هادشي اللي نقدر نقول لك عزيزتي، الله يفرج علينا وعليك، والله يدير لك شي تاويل ديال الخير لينا وليك، والله يهدينا ويهدي بينا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. خوتي خواتاتي مستمعين ومستمعات قناه سمحكيتي، دائما كنقول لكم قناه سمحكيتي ماشي غير الفرجه فقط بل للعبره، تابونوا في القناه الا كنتوا اول مره كتدوزوا من هذا لاشين، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس، ديروا جيم لي كومونتيرو حتى البارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان القاكم دمتم في امان الله ورعايته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.